فما أطراف مستفيدة من الاتفاقية. فما أفراد مستفيدة من الاتفاقية هذه. خلينا نقولوا بربي باللي على غالب لازم نذكروه، السيد رئيس البيجي قاعد سبسي قاد قداش من معاهدة ولا يسامحوا ولا يسامحوا في اللي عملوا في البلاد، ما أنت الله يسامحوا. عمل معاهدات زادت كبلت تونس في علاقتها بتركيا. رئيس بيجي قاعد سبسي، احنا من قبل 2011 كانت ثم ضغوطات كبيرة من تركيا لفتح السوق التونسية اللي هي، وكانوا الأتراك قبل ما هما معناتها قبل ما ينخرطوا في مسار هدم الاقتصاد التونسي عن طريق ما يسمى الربيع العربي، كانت تركيا تجي لهوني. كانوا أنا حضرت في دي كونفيرونس دو بريس مع وزراء تونس، والوزير الاقتصاد التركي يقول لهم أمان عاونونا باش نمشيو احنا معناتها نمشيو لافريقيا، باش نمشيو لافريقيا. نتذكر وقتها كان جواب وزير التجاره محترم ياسر قال لهم سامحونا احنا حتى نعملوا التوازن في التبادل التجاري معاكم باش من بعد نمشيو معاكم لبقايا اخرين. بعد وقت اللي جات النهضه واستولت على الحكم، تركيا وليت تونس كينها مقاطعة تركية. ونتذكر وقتها انت تعرف باللي ان سارتان مومون سفير تركيا في تونس حب يعمل دي امباسادور اونوغير في جيت قناصل. السيد معناتها ولا بالنسبة ليه احنا ايالة عثمانية، والراجل كان باش يقد قناصل في كل الولايات. ونتذكر وقتها عيط له سيغماز جنيوي قال له سامحني ما تنجمش تعمل هكا. دونك معناتها تصوروا فين وصل الامر بهالبلاد. في نفس الوقت السلاح المهربه وغير المهربه غزت السوق التونسيه، واحنا اللي كنا نصنعوا جهاز العروس انت معناتها ولاو يمشيوا السوق بومندير ويمشيوا الكثير من الاسواق، وعندهم غادي السوق التركي عملوا هما اللي تسمى دامبينغ. دونك دخلوا السلاح نتاعهم بأبخس الأثمان وكسروا السوق التونسية بشكل هما الوحيد، مع العلم المساحات التجارية بعض المساحات التجارية والمساحات حتى البلاستيك متاع تركيا. أنت القلوب وصلت متاع تركيا، معناتها الملسوقة وصلت متاع تركيا اللي هي متاع تونس. حاجة أخرى ملسوقة تركيا أي ملسوقة. حاجة أخرى اللي لازم نعرفوها أنه الحكومة التركية، في بالكم باللي الحكومة التركية عندها تساند ماليا المصدرين متاعها، مش احنا الحكومة التركية يا اخي. هو اردوغان شخليه عاود وقع انتخابه على خاطر هو طيب ليه؟ خاطر هو الاقتصاد التركي القرارات اللي خذيهم لتشجيع الاستثمار والتصدير وكل شيء كانوا قرارات كبار برشا. دونك احنا في تونس جستمو خلافا لتركيا، في تونس احنا عندنا هدف واحد، كيفاش نكسروا مستثمر تونسي ايا كان من اي جهه، كيفاش تكسر انت مستثمر تونسي. دونك اليوم نجم نقولوا تونس تدرس رسميا مراجعه الاتفاق التجاري، لازمها تراجع تحسين الاقتصاد. اسمع تعرف نتذكر حكيها لي عضو في مجلس البيرو ديريكتور البيرو اكزيكوتيف دو لوتيكا، قال لي يحكيوا مع وزير تركي قالوا له وي احنا هنا نحلوا في السوق نتاعنا، حلوا لنا انتم السوق نتاعكم. قال لهم انا كان نهبط غادي يهبط بعد ما خذ قرارات لفتح السوق التركية. يقال لهم جو نو سوي با سور باش نجم نكمل، اعطوني بطاقة تعريف تونسية معناتها باش نشوفوا كيفاش تركيا اش تعمل. تقول لك اي نحل، مي إل فون تو بور فيغويي باش يحميو. منظمة الأعراف طالبت في أكثر من مرة وآخرها في 1 ماي 2023 طالبت بإيقاف الاتفاقيات غير المتكافئة، وأولها مع تركيا. وعملتها المغرب، علاش احنا ما نعملوهاش؟ عملتها المغرب. نتذكر زاد وزير الصناعة المغربي قال لهم شو يا إما ثم تكيب وتحلوا لنا سوقكم كما احنا سوقنا محلول، والا راهو ثم إعادة النظر، ويظهر لي وقع إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع تركيا.